الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني. والبداية دوما بأهم العناوين: شد الأحزمة الإصلاحية على وقع دراسة دولية، ولا ننسى وصية سمو الأمير بأن قوموا بواجبكم حكومة ومجلس. سنضع استراتيجية كبيرة لكيفية وضع الوسطية. دعوة للالتزام بالوصية واستراتيجية للوسطية. إن هذه الطائرات مختصة بالنقل الاستراتيجي، لها قدرة كبيرة على النقل. أجنحة الدفاع تتعزز باكتمال طائرات النقل. هلا هلا شلونك؟ مساج طيبة. هلا والله. بعد 13 عاما العودة يعود. نعيشه هو حقيقة من أمن واستقرار بعد الله سبحانه وتعالى، يأتي من خلال رجال الأمن. وفي النشرة: التكريم بديوانية القصر الأحمر. اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بهدف الاطلاع على نتائج الدراسة الشاملة التي قام بها البنك الدولي في شأن التوجهات العملية لدفع مسيرة التنمية الإصلاحية، حيث استمع المجلس إلى شرح قدمه ممثلو البنك في هذا الشأن، وتضمنت تشخيصا شاملا للواقع الراهن والانحرافات القائمة ونتائجها السلبية والتي تمثلت في إهدار العديد من الفرص واهتزاز الثقة وتعثر عملية التنمية وإضعاف الاقتصاد الوطني، سيما في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة وتراجع أسعار النفط. وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة المبادرة باتخاذ خطوات عملية جادة لتنفيذ عملية الإصلاح الشامل، معبرا عن مباركته للبرنامج المقدم من البنك الدولي لإنجاز الإصلاحات المنشودة. رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي أعرب عن أمله بأن يسود الود والوئام علاقة السلطتين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بوصية أمير البلاد. وفي تصريح له خلال حفل السفارة الجزائرية بالعيد الوطني، أعرب الخرافي عن أمله بمعالجة الانخفاضات التي تعصف بأسعار النفط، كما دفع عن سمعة العمل الخيري الكويتي، فيما شدد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على خطورة المرحلة الحالية، مشيرا إلى استراتيجية جديدة لتحدي العنف. الوئام أنواع، يعني المجلس الأمة هو مكان للانتقاد والمتابعة والتشريع، فلا بد من أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن هذا لا يعني بأن بالنهاية احنا بلد واحد وشعب واحد، وكل الطرفين الحكومة والمجلس يعملون لما فيه مصلحة الكويت والوطن. فأرجو أيضا أن لا نبالغ في الإساءة للمجلس أو للحكومة، ونتابع وننتقد بالخلق الكويتي، وننتقد في التواصل اللي احنا حريصين عليه، ولا ننسى وصية سمو الأمير بأن قوموا بواجبكم حكومة ومجلس، ولكن لا تخرجون عن ما يسيء للكويت وأهل الكويت. أنا كوزير مالية سابق لا يسيئني ولا أنزعج من انخفاض الأسعار، ولكن أنزعج عندما لا أرى أي حرص على معالجة هذا الانخفاض ومواجهة الخلل اللي ممكن أن يحصل في ميزانيتنا. إذا كان هناك شيء يسيء للعمل الخيري فليس في الكويت. جمعياتنا الخيرية جمعيات أثبتت التاريخ حرصها على العمل الخيري اللي في مكانه. نحن في فترة حرجة على المستوى الإقليمي، هناك تنظيمات إرهابية، هناك يعني جهات تحاول أن تخلق الكراهية، هناك من يسيء إلى الدين الإسلامي،
وبالتالي في وزارة الأوقاف سنضع استراتيجية كبيرة لكيفية وضع الوسطية المناسبة حتى لا يسود العنف في المجتمع ولا يسود التطرف في المجتمع. وأيضا لدينا تحديات كبيرة تتعلق في كيفية العنف المجتمعي. وخلال الحفل الذي أقامته سفارة الجزائر لدى الكويت بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لاندلاع ثورة الأول من نوفمبر عام 54، أكد الإخرافي أهمية العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، فيما أشار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلى متانة وقوة تلك العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين والتي تتواصل بشكل مستمر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية. تواجدنا في عيد القومي للجزائر هو أيضا نتيجة للعلاقة المتميزة فيما بيننا وبين الجزائر. نبارك لهم هذا العيد ونقول لهم ونتمنى لهم التقدم والازدهار والاستقرار. ونحن بالكويت أيضا نقدر هذه العلاقة وعلاقة حتى بين فخامة الرئيس ومع سمو الأمير القديمة من يوم ما كانوا وزراء خارجية. علاقتنا معهم تاريخية من أيام الثورة وما قبل الاستقلال، وكان الشعب الكويتي يتمتع في كيفية التواصل مع الشعب الجزائري، وكان يستقطع من قوت يومه لتوصيل المعونات وإن كانت متواضعة آنذاك، لكن يكفي أن تكون هناك محاولة شعبية تستقطع من قوت يوم المواطن لتقديمها إلى الثورة في الجزائر. عقب حضوره حفل اكتمال مشروع طائرات النقل KC-130 وC-17 في قاعدة عبدالله المبارك الجوية، دعا وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح منتسبي الجيش إلى مزيد من التقدم والمثابرة والتحصيل العلمي، وخصوصا منتسبي القوى الجوية لما يتطلبه الطيران من جهد وتحصيل علمي ولياقة بدنية، مشيدا بدورهم في ذلك المجال. وكما أوضح الوزير أن تلك الطائرات المختصة في النقل الاستراتيجي لها قدرة كبيرة على النقل وقطع المسافات الطويلة. إن هذه طائرات مختصة بالنقل الاستراتيجي لها قدرة كبيرة على النقل وعلى طيران المسافات الطويلة، راح تغنينا عن أمور أخرى أننا ننقل فيها بعض المعدات الخاصة سواء الأسلحة أو معدات تختص قوات ثانية عندنا. أطلب منهم مزيد من التقدم إن شاء الله والمثابرة، وعمل الطيران عمل قاسي صراحة، يتطلب الكثير من الجهد والتحصيل العلمي واللياقة البدنية وأمور كثيرة وتعب عليهم، لكنهم كفوا إن شاء الله. تقدم دعم لوجستي بعيد المدى وطيران تعبوي، وكذلك طيران حق التزود بالوقود بالجو أو بالأرض، بالجو حق طيارات الF-18 وبالأرض إن شاء الله حق طيارات الأباتشي. عبر طائرة أميرية وصل المعتقل الكويتي فوز العودة إلى الكويت قادما من غوانتانامو بعد قرابة 13 عاما قضاها في المعتقل الأمريكي. وأكد والد المعتقل خالد العودة أن ابنه فوزي بصحة جيدة، لكنه يعاني من تلبك بسيط في المعدة والتواء في الكاحل الأيسر. وقال العودة أثناء تواجده في مستشفى الكويت العسكري برفقة نجله فوزي إن الحالة الذهنية لنجله جيدة، موضحا أنه سيتم عرضه على المستشفى ويبقى مدة لا تقل عن أسبوع، ثم يعرض على المركز التأهيلي لمدة 6 أشهر، بعدها يخرج ويعاد مرة أخرى للمركز لستة أشهر مماثلة إلى أن يصدر تقرير المركز بحالته. كما حمل العودة معه رسالة من المعتقل الكويتي في غوانتانامو فايز الكندري، حيث طمأن فيه الأخير عن صحته. هلا والله هلا.
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعث ببرقية تهنئة إلى المخترع الكويتي محمد عبد الله العازمي، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية عن اختراعه طفاية حريق تعمل آليا في معرض إيينا في دورته 66 والذي أقيم في ألمانيا مؤخرا. وأشاد الأمير بهذا الإنجاز العلمي متمنيا له دوام التوفيق والنجاح والحصول على المزيد من هذه الجوائز العلمية. خلال لقاء صحفي تحدث النائب حمود الحمدان عن أبرز الاقتراحات بقوانين والتي من المزمع تقديمها في دور الانعقاد الحالي، وأبرز القوانين التي يسعى مع التجمع السلفي لإقرارها. موضوع التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، منها كذلك قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة، منها كذلك قانون تنظيم القضاء مشروعا بالمذكرة، كذلك شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، كذلك إنشاء لجنة القيم البرلمانية، وكذلك منع تضارب المصالح، وكذلك منع عمل النساء في القضاء. كلما قدمت أي جهة حكومية طلب لتوظيف عدد، مثلا 50 يتقدم 1000، 70 مثل ما البنك المركزي تقدموا حوالي 2000، بيت الزكاة طالب بحوالي من 50 إلى 100 موظف تقدموا 2000. الحقيقة الآن في وفرة من خريجنا، وهذا شيء توقعناه، وهذا شيء الحقيقة كررته أنا شخصيا في المجالس السابقة، في السنوات المقبلة سيكون هناك عدد كبير لطالبين الوظائف، 600,000 كويتي راح يتخرج خلال السنوات القليلة القادمة الحقيقة، فإذا ما الدولة وفرت لهم فرص العمل كيف سيعيشون؟ الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أكد تحمل الدولة أعباء تعليم أبناء البدون، معددا الحالات المشمولة بما فيها من لا يحمل من الإثبات إلا بلاغ ولادة فقط على أن يكون مصحوبا بطلبات من لجنة دعاوى النسب. وفي المقابل أجمع المتحدثون في ندوة كتاتيب البدون، أجمعوا على ضرورة إقرار حقوق البدون الإنسانية والمدنية، وشددوا على أن حل أزمة البدون تأخر كثيرا، مطالبين الجهات المختصة بوضع حلول إنسانية عاجلة. مؤخرا صدر قرار منع الطلبة الكويتيين البدون أصحاب البلاغات الولادة من الدراسة، وهذا القرار خرج من الجهاز المركزي، هو لم يخرج من وزارة التربية. هذا القرار خرج في مايو الماضي بأنه يتم منع جميع الطلبة في مختلف المراحل من التعليم إلا في حالة إحضار شهادة ميلاد أو بلاغ من النيابة العامة للأنساب، وهو قرار تعجيزي، لأن أساساً أنت يا جهاز من منعت شهادة الميلاد. وزارة الخارجية نفت وجود أي صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن هناك من انتحل شخصية الشيخ صباح الخالد وفتح صفحة باسمه ويتواصل مع الآخرين على هذا الأساس، داعية المتابعين والناشطين على موقع فيسبوك إلى عدم التعاطي مع هذا الموقع المزور. ديوانية القصر الأحمر شهدت تكريما لرجال الأمن في مديرية أمن محافظة الجهراء من قبل المحافظ الفريق المتقاعد فهد الأمير، تقديرا لهم على جهودهم المبذولة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. وفي تصريح له على هامش حفل التكريم قال محافظ الجهراء إن رجال الأمن هم العين الساهرة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون معهم للحفاظ على أمن وسلامة الكويت. نحتفل بتكريم رجال الأمن في محافظة الجهرة. هذا التكريم إن دل على شيء فإنما يدل على ما نكنه لهؤلاء الرجال من تقدير واحترام، ونثمن جهودهم دائما في خدمة الوطن والمواطنين، وما نعيشه حقيقة من أمن واستقرار بعد الله سبحانه وتعالى يأتي من خلال رجال الأمن
في الكويت عموما وفي محافظة الجهراء، وباسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجهراء أو محافظة الجهراء وإخواني المختارين، نتقدم لزملائنا في مديرية الأمن في محافظة الجهراء بالشكر والثناء على دائما جهودهم القيمة والمثمرة. في ليبيا قرر مجلس النواب عدم الاعتراف بحكم حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية، وقد قضت اليوم الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا بحل مجلس النواب المنتخب في 26 من يونيو الماضي على خلفية بطلان تعديل إعلان دستوري مؤقت انتخب بموجبه المجلس. هبوط المؤشر والبرميل، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. سوق الكويت للأوراق المالية أنهت تداولات آخر الأسبوع على انخفاض في مؤشراتها الثلاث بواقع 58 نقطة و18 نقطة للمؤشر السعري و4 نقاط ونصف النقطة للوزني و14 نقطة لمؤشر كويت 15. سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس انخفض 97 سنتا ليستقر عند مستوى 75 دولارا و79 سنتا للبرميل. وكان تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلن أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 460 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن المتوقع البالغ 2,200,000 برميل. زيارة أكاديمية نوتنغهام فورست، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. قام مدرب أكاديمية نوتنغهام فورست الإنجليزي في لندن غاري بارسيل بزيارة إلى أكاديمية نوتنغهام في الكويت ولفرعها الثاني في منطقة الروضة. وأشاد المدرب بارسيل بالعدد الكبير من منتسبي الأكاديمية في مختلف الفئات العمرية التي تضمها الأكاديمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا أكثر بين مدربي الأكاديمية في الكويت ولندن. وتضم الأكاديمية التي أنشأها ملك نوتنغهام فورست فواز الحساوي أكثر من 100 لاعب بقيادة مدربين وطنيين على مستوى عالي، ويقودهم اللاعب الدولي السابق ناصر الغانم، ويشرف عليها مدير الأكاديمية اللاعب الدولي السابق جمال مبارك. تم توقيع عقد تفاهم بين جمعية الروضة وأكاديمية نوتنغهام اللي يملك السيد فواز الحساوي تقريبا من قبل 4 شهور. كانت الفكرة أن فكرة طبعا الخدمية لأهل المنطقة، نخدم فيها شباب المنطقة من جميع الفئات وخاصة الأعمار المتحددة الأكاديمية. جمعية الروضة هدفت من الشيء هذا إلى يعني الاهتمام بالجيل الشباب وتوعيته بالرياضة. طبعا من ضمن العقد او الاتفاق اللي تم بيننا وبين الاكاديميه انه يكون في سعر خاص مخفض حق اهل الروضه. جئت هنا الى الكويت مع مساعدي للاطلاع عن قرب على الاكاديميه التي انشاها فواز الحساوي، وتحدثت مع المدربين وتناقشنا عن التدريبات ونصحناهم في بعض التدريبات التي نمارسها في اكاديميتي في نوتنغهام. طاقم المدربين يعملون بشكل جيد وسنحاول أن نصطحبهم ليكونوا معنا في نوتنغهام واطلاعهم عن قرب كيف ندرب الفئات العمرية هناك في أكاديمية النادي، وأتمنى توحيد التدريبات بين الأكاديميتين. السلام عليكم، هتكلم النهاردة على زراعة الأسنان. زراعة الأسنان بتقلق ناس كتير جدا نتيجة معتقدات قديمة كلها خاطئة إن زراعة الأسنان هي أحد أسباب حدوث السرطان. الزراعة بريئة تماما من هذا الكلام، إن الزراعة مؤلمة جدا وإن ممكن تأثر على عظم الفك. الزراعة بريئة جدا من هذا الكلام. زراعة الأسنان الآن بعد تطور الخامات المصنع بها زراعة الأسنان وبعد تدريب الأطباء على مستوى العالم وبعد التقنيات الحديثة الكتير بقت بتجرى بأمان تام. أنا شخصيا بعملها عشرات المرات في الأسبوع وجميع المرضى
العمر المناسب لزراعة الأسنان فوق 18 سنة إلى ما شاء الله. الحالة الصحية لزراعة الأسنان زمان كانوا بيقولوا أن مريض السكري لا تصلح، الكلام حاليا أغلب مرضى زراعة الأسنان مرضى سكري إلا ما كانوش فقدوا أسنانهم وبتجرى الزراعة عليهم بأمان شديد جدا. مرضى القلب ببعض الاحتياطات بتجرى بأمان شديد جدا. مرضى الضغط تقريبا أغلب المرضى ما عدا الحالات اللي فيها المناعة قليلة جدا بسبب زراعة عضو من أعضاء الجسم مثلا أو بسبب أي مرض بيأثر على مناعة الجسم، ده ممكن يبقى فيه احتياطات أكتر أو ربما لا يصلح لزراعة الأسنان. إنما زراعة الأسنان آمنة جدا 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 وتكلفتها بتتفاوت كتير حسب نوعها وحسب تعقيد الحالة. عيادة الميدان، نحن نصنع الابتسامة. والآن مع جولة على أحوال الطقس وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم وغد في مناطق الكويت. قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. إلى اللقاء.